بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وأود أن أبلغكم تحياتي واشتياقي الكثير إليكم. أهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب. سندرس اليوم في لغة الجميلة للصف الرابع جمع المؤنث السالم، استكمالا لما درسناه الحصة الماضية في جمع التكسير وما ذكرناه من أنواع الجموع، من جمع مذكر سالم أو جمع تكسير وهو ما درسناه بالتفصيل. واليوم سندرس ما معنى أو ما هو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم لابد أن نعرف معناه بالبداية، ما هو وما تعريفه؟ جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد. ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد، وهنا خصصنا بالذكر اثنتين، أكثر من اثنتين، لأن دلالته هي التأنيث. أحسنتم. ويكون بزيادة ماذا؟ بزيادة ألف وتاء على المفرد. كما درسنا ونوهنا في الحصة الماضية أيضا أن جمع المذكر السالم، يكون بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد، وسوف ندرسه فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله. لنأخذ بعض الأمثلة. كلمة ممرضة، إذا أردنا أن نجمعها ستصبح ممرضات، هنا دلت على أكثر من اثنتين ودلالتها هي التأنيث، وانتهت بماذا؟ بألف وتاء، كلمة معلمة، جمعها معلمات، وهنا نود أن نعيد التذكير بما درسناه الحصة الماضية عن المسمى سالم. لماذا سمي سالما؟ سمي سالم لماذا؟ لأن المفرد يسلم من التغيير عند الجمع، فإذا نظرنا إلى كلمة ممرضة أو معلمة وهي مفرد، سنجد أنها لم تتغير، بعد الجمع، فقط أضفنا إليها الألف والتاء، ولكن سلمت الكلمة من التغيير، وهنا عكس جمع التكسير كما درسنا الحصة الماضية، وقلنا أن جمع التكسير فيه ماذا يحدث؟ تتغير الكلمة، تغير شكلها بعد الجمع، ولكن السالم هو ما سلم فيه المفرد من التغيير عند جمعه. مثال آخر، كلمة طالبة، جمعها أحسنتم طالبات. كلمة طائرة جمعها ممتاز طائرات. إذن جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد. هنا سؤال آخر للتأكيد مرة أخرى، لماذا سمي سالما؟ فكر قليلا. نعم أحسنتم، لأن المفرد يسلم من التغيير عند الجمع، إذا أردنا جمعه يسلم من التغيير. سؤال آخر، ركزوا وفكروا،
هل كل جمع انتهى بألف وتاء هو جمع مؤنث سالم؟ هل كل جمع انتهى بألف وتاء يعد جمع مؤنث سالم؟ فكروا. إجابتكم بالطبع ستكون لا، لا بد أن تكون إجابتكم لا. وكيف يحدث ذلك؟ لنرى. كلمة وقت، إذا رأينا مثال في كلمة وقت مفرد، إذا أردنا جمعه أو جمعها تصبح ماذا؟ أوقات. لاحظ قليلا، لاحظ وقل لي لماذا لا تعد جمع مؤنث سالم؟ أحسنتم، لأن الكلمة هنا تغيرت، تكسرت. هل كلمة وقت كما هي في الجمع؟ هل كلمة وقت هنا كما هي هنا؟ بالطبع لا، تغيرت وتكسرت أحرفها. إذن يسمى جمع ماذا؟ جمع تكسير. أحسنتم، إذن لا تخدعني الألف والتاء في نهاية الكلمة أو في نهاية الجمع، لا تخدعك ولا تكن مقياسك الوحيد لتحديد الجمع المؤنث السالم. لابد في البداية أن يدل على تأنيث، ثانيا أن تكون الكلمة سلمت من التغيير، تكون الكلمة سلمت من التغيير، وهنا لم تسلم. أيضا في كلمة صوت، جمعها أصوات، جمعها أصوات. إذا نظرنا أيضا إلى كلمة صوت سنجد ماذا؟ أنها تكسرت أحرفها وتبدلت. إذن أنواع الجمع هنا أو نوع الجمع هنا هو جمع التكسير، جمع تكسير. إعراب جمع المؤنث السالم كيف يعرب؟ أول حالة وهي حالة الرفع، يرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. متى؟ إذا جاء مبتدأ أو خبر أو فاعل، إذا كان مبتدأ أو خبرا أو فاعلا. كما درسنا أن المبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع وكذلك الفاعل دائما مرفوع. إذن في هذه الثلاث حالات، في هذه الحالات يرفع يأتي دائما مرفوع. وماذا وبماذا يرفع؟ وما علامة رفعه؟ يرفع وعلامة رفعه الضمة، يرفع وعلامة رفعه الضمة. مثال: المعلمات حاضرة. ما نوع الجملة؟ أحسنتم، جملة بدأت باسم، إذن هي جملة اسمية، إذن هي جملة اسمية. والجملة الاسمية تتكون، أحسنتم، من ماذا؟ مبتدأ وخبر، تتكون من مبتدأ وخبر. كما ذكرنا أن المبتدأ أين يقع في الجملة الاسمية؟ أحسنتم، هو الاسم الذي يقع في بداية الجملة الاسمية، والاسم الذي يقع في بداية الجملة الاسمية، وإعرابه دائما مرفوع. إذن إعراب المعلمات هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين الخبر؟ أحسنتم، حاضرات، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. مثال آخر: حضرت الطالبة أو حضرت الطالبات. حضرت الطالبات، ما نوع الجملة؟ أحسنتم، جملة فعلية بدأت بفعل، لأن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. ولا بد للفعل من ماذا؟ لا بد للفعل من فاعل، لا بد أن يأتي للفعل فاعل. من الذي قام بالفعل هنا؟ من الذي حضر؟ الطالبات. أحسنتم، إذن إعراب الطالبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لماذا الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنتم،
الحالة الثانية حالة النصب، بما ينصب، ينصب وعلامة نصبه الكسرة إذا كان مفعولا به. وهنا يتميز جمع المؤنث السالم بأنه هو الوحيد في اللغة العربية الذي ينصب وعلامة نصبه الكسرة، ينصب وعلامة نصبه الكسرة، عكس ما درسنا في المفرد وفي جمع التكسير حينما قلنا أن هناك علامة النصب هي الفتحة. هنا نقول أن علامة نصبه الكسرة، نعم الكسرة. مثال: كرمت المديرة المتفوقات. كرمت المديرة المتفوقات، جملة ماذا؟ جملة فعلية، بدأت بفعل، كرمت فعل، ما زمنه؟ أحسنتم، فعل ماضي. المديرة هي الفاعل، هي من قامت بالفعل، إذن هي مرفوعة. المتفوقات ما إعرابها؟ أحسنتم، مفعول به، لأن هذه الكلمة هي التي وقع عليها فعل الفاعل. من الذي كرم؟ المتفوقات، وقع عليه فعل التكريم، إذن هي مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ونقول في هنا في هذه الحالة، في حالة جمع المؤنث السالم، منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، نعم نيابة عن الفتحة. وأخيرا حالة الجر، يجر وعلامة جره أيضا الكسرة، إذن ينصب ويجر بالكسرة. طب متى يجر؟ إذا سبق بأحد أحرف الجر، إذا سبقه أحد حروف الجر، مثل من، إلى، على، في، عن، إلى آخره، جميع حروف الجر التي نعلمها. ودرسنا أن الاسم الواقع بعد حرف الجر يعرب اسم مجرور، يعرب اسم مجرور. مثال: سلمت المعلمة على الطالبات. سلمت المعلمة على الطالبات، على هنا حرف جر، إذن الاسم الواقع بعدها يعرب اسم مجرور، الطالبات، اسم مجرور بعد حرف الجر وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنتم، وأسأل الله لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.